الرحمن الرحيم. قل الأداء كان اليوم بطولي، حتى ولو كنا لعبنا مع فريق جريح كان يحب يفوز بالمباراة. اللاعبين تاعنا كانوا صامدين طيلة 90 دقيقة. الشوط الأول كنا أحسن تنظيم، وعرفنا كيفاش نستحوذوا على الكرة اللي خلات نكسبوا ثقة فوق الميدان، ومنعنا الخص باش يمشي للهجومات. الحمد لله سجلنا الهدف الأول وبقات تسير المباراة. كنا قادرين، ضيعنا الهدف الثاني وزنا الهدف الثالث، كنا قادرين نقتل المباراة. في الشوط الثاني دخول قوي للكتيبة تاعنا، دخلنا ضغطنا وسجلنا هدف ثاني. هدف ثاني كان جميل جدا من آية بن عبد الملك اللي خلانا ارتحنا شوية وبدينا لعبنا استحوذنا وحاولنا نزيدوا الهدف الثالث، ولكن أقول بلي أن اللاعبين تعب حتى في الدقائق الأخيرة. نال من بعض اللاعبين، ولكن عرفنا كيفاش نسيروا المباراة. حتى ولو هما سجلوا علينا هدف غلطة دفاعية اللي ما كناش نستناو فيه. الحمد لله 2-1، فوز مستحق لمولودية قسنطينة. نتمنى أن اللاعبين يبقوا يعملوا أكثر باش هكذا يتحسنوا الأداء تاعهم، لأن رانا في بداية المشوار. نبقاو دائما نطمحوا للأحسن إن شاء الله في المباراة القادمة. نقول لك صح، كي شفت نعرف أنصار تاع المولودية يحبوا فريقهم للنخاع، يتمناوا يكون الفريق تاعهم دائما في الطليعة، ويشرف الأنصار. الحمد لله جاو اليوم، كان ساند رقم 12 اليوم اللي عاوننا كثير وعطى تشجيعات كبيرة للاعبين تاعنا اللي أداوا مباراة بفضل التشجيعات تاعهم. نتمنى دائما أن الأنصار يساندوا الفريق تاعنا باش النتائج تتحسن من مباراة إلى أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كرة القدم، قدر الله وما شاء فعل. كنا تمنينا نتيجة أفضل، وكان حتى بالتعادل، مي الله غالب. الظروف اللي جرت فيها المقابلة كانت تقوى منا، عندنا تقريبا 4 لاعبين ما كانوش أساسيين، هم اللي تقريبا أثروا علينا خاصة في وسط الميدان. يلا غالب، البداية كان بدينا بقوة، غير ضربة الجزاء اللي أعلن عنها الحكم اللي شافها تقريبا غير هو. يلا غالب، هذه حكم كرة القدم. تحكمنا في الشوط الأول شوية، في الشوط الثاني وين دخلنا بأكثر عزيمة باغتونا بهدف ثاني. تقدر نقول اللي نقص من معنويات اللاعبين هكذا، وعاودنا رجعنا في المقابلة، سجلنا هدف عن طريق مري، وكنا قادرين أن نرجع بالتعادل. الله غالب، كانت متأخرة، الهدف كان في وقت متأخر. كنا نحوسوا على لي 3 بوين هادي، وشاك ميم لي ديريجون ميم لي سيبورتور ميم، كنا نحوسوا على لي ريزولتا هادي، سيرتو 3 بوين. خدمنا عليها توت لا سيمان، الحمد لله ربي وفقنا وندينا 3 بوين هادي. وبلوس ما يخفالكش، طحنا مع لعبنا مع فريق اللي كنقول لك كان جريح، كان وين كان يحوس على 3 بوين. كان ماتش ديفيسيل، سيرتو حنا في لافان تاع دوزيام ميغون. الحمد لله وين ربي قدرنا، جبنا لي بوين هادو اللي كنا نحوسوا عليهم واللي خدمنا عليهم، سيرتو خدمنا عليهم لي جوار كاع، خدمنا على لي 3 بوين هادو، درنا كونفيونس في روحنا. اون بليس الحق، كي نجي نديروا ان تراجي تاع 600 ولا 700 كيلومتر تلقى الشعب كيما هذا وقف معاك، تسمى كان لازم علينا وين نفرحوا روحنا ونفرحوهم ثاني وين وقفوا معنا. الحق الحمد لله، ان شاء الله نقول لهم نكملوا معنا هكذا. والعام مازال طويل، حنا مازلنا نخدموا ماتش بار ماتش، باسكو مازالت الشامبيونه طويله وبطرافاي ماتش بار ماتش. ان شاء الله اللي فيها خير بيجيبها ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله وين كان يمد لوتوب ولوتو حتى ما سجل هدف واحد، كان قادر يزيد يسجل. وين الحمد لله الدفاع تاعنا، وحنا كنا ندافعوا ككتله واحده، وين قدرنا نحافظوا على النتيجه. وي الحمد لله، وين تشوف الجمهور كيما هذا، وين ديبلاسي الواتسو في 700 كيلومتر ولا باش شحال كاين، وين جاو عمرو تريبين تاعهم وقعدوا يساندوا فينا من الدقيقه الاولى. وين الحمد لله، هاد تسمى لازم ما تخيبوش هاد الشعب، ما لازمش تخيبو، لازم تمد كاع اللي عليك في التيران، ما متعيات تمد زياده غير على جالو. وين الحمد لله اليوم فرحناه، وان شاء الله لي دو ماتش الجايين عندنا في استادنا نزيدو ناكدوا هاد النتائج ان شاء الله، ونحطوا في الفريق في وجهه صحيحه ان شاء الله. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.